معنا دلوقتي مع الفقرة الاقتصادية ومتابعة لأهم مستجدات الاقتصاد في مصر وأحوال البورصة المصرية، وهنتابعها النهارده مع أستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي. نهارك سعيد يا فندم. صباح الخير. صباح النور. أحوال البورصة الأسبوع اللي فات كانت ماشية في أنهي سكة؟ بقى أخبارها إيه؟ والله البورصة المصرية بقالها فترة كبيرة فيها مشاكل كتيرة، ولقد كان في دعاوى كتيرة لوقف الضريبة على أرباح البورصة، تم الاستجابة لده، لكن البورصات العالمية بشكل عام في آخر 5 شهور فيها مشاكل بسبب تدخل أمريكا واللعب في الدولار، رفعت سعر صرف الدولار، فبالتالي ادى المستثمرين فرصه ان انا احتفظ بالدولار لانه بقى مخزن للقيمه اهم من ان انا ادخل واساهم في البورصه، ده بشكل عام على المستوى العالمي. بالنسبه للبورصه المصريه، البورصه المصريه فيها مشاكل اعتقد لابد ان تحل. البورصه المصريه ما زالت في سهم واحد، بنك التجاري الدولي، بيمثل تقريبا 40 او 50% من الوزن النسبي. البورصه المصريه عشان تستعيد عافيتها وترجع تاني 6 7 8000 نقطه او 9000 نقطه، لابد من بدايه ان انا اشجع المستثمرين الصغار انهم يدخلوا من خلال صناديق خاصه للاستثمار في البورصه، ما يدخلش بشكل مباشر، لان اي مستثمر صغير ايا كانت مهاراته في التعامل مع سوق المال بالتاكيد هيخسر، لانه لا يعي ولا يعرف امتى بيدخل وامتى بيخرج من البورصه، فبالتالي لابد من زياده الصناديق المتعلقه ونطرحها بشكل كبير. كمان انا عندي مشكله، ازاي يكون عندي اكثر من مؤشر بورصه؟ اتمنى يكون عندي مؤشر واحد بس للبورصه المصريه، كان عندي اي اكس 30، النهارده بقى 20، اضافه الى المؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه. فالبورصه المصريه بتعاني مثلها مثل بقيه البورصات العالميه في هذه الفتره، لكن مع الوقت اعتقد البترول بدا يتحسن، من 3 4 ايام سعر البترول بدا يزيد، بالتالي البورصه المصريه او البورصات العالميه تبدا الى حد ما تستعيد بعض عافيتها، اللي ان شاء الله نهايه السنه البورصه ان شاء الله اتوقع انها تستعيد بشكل كبير ما فقدته. لكن انا عايزه اقف عند ازمه الدولار وعايزه اعرف ايه هي الاسباب الرئيسيه لانخفاض الاحتياطي النقدي في مصر. طب حضرتك احنا طلع علينا محافظ بنك مركزي وقال ان الاحتياطي النقدي نزل ل 16.3 مليار دولار. من كام؟ من 18 الى شويه. فده ساوى ان الدوله المصريه سددت بعض التزاماتها، اعتقد ان احنا بعد 25 يناير سددت الديون، يعني بعض الديون بعد 25 يناير لو نفتكر ان امريكا دول لحد مصر مليار دولار وديعه، فاحنا سددنا هذه الوديعه. كمان عايز اشيد بحاجه هنا، الدوله المصريه على مدار تاريخها لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها سواء اقساط الدين او الديون. في ناس بتقول والله ان احنا عندنا ازمه كبيره، صحيح عندنا ازمه كبيره، لكن الدولار سببه ان احنا ممكن اقول له او احل المشاكل دي في كلمه واحده، الانتاج، انتج وصدر. انا عندي مشكله الصادرات لثامن شهر على التوالي تراجع. انا هنا السؤال بقى اروح لوزير الصناعه والتجاره، ليه الصادرات المصريه بتتراجع؟ مثلا هقول لي وزير، لكن هي نسبه، معلش خليني افهم من حضرتك، الاحتياطي النقدي المصري كانت نسبته الاكبر في العائد بتاعه او يعني بيجي منين اصلا؟ النسبه الاكبر منه يعني. بص شوف احنا كان عندنا 75 طن ذهب، ده احتياطي يقدر بالدولار وموجود النقص. لكن لكن بعد كده العالم بيعتمد على العملات الحره سواء يورو او دولار، بتدخل لي انا من قناه السويس، بتدخل لي من الصادرات المصريه، بتدخل لي من العاملين في الخارج. العاملين في الخارج النسبه الاكبر من ايه حضرتك؟ عندك العاملين في الخارج، احنا عايشين بقى العاملين في الخارج هي النسبه الاكبر من طب من الاحتياطي النقدي. هقول لحضرتك احنا الشعب المصري عايش على ولادنا اللي عايشين بره، قناه السويس 5.5 مليار دولار، والعاملين في الخارج من 13 وصلنا النهارده 22 مليار دولار العاملين في الخارج بيدخلون في الدوله المصريه. انا بقى عندي هنا مشاكل من بعد 25 تتعلق بالسياحه، تراجعت، مش عارفين نستعيد عافيه السياحه، السياحه بتدخل لي اخر في 2010 13 مليار دولار. انا مش الى الان مش عارف استعيد ده طبعا اصل هذا الرقم، فبالتالي لابد من بحث اليات عشان ارجع للسياحه لهذا الرقم. انا عندي صادرات كنا مصدر كتير، النهارده انا عندي مشكله في الصادرات من 5 شهور ومن 6 شهور ومن 7 شهور. وهقول حاجه دايما بقولها كل ما اطلع وكل ما اكتب، كان عندنا في الازمه الروسيه الاوروبيه كان الدول الاوروبيه فرضت حظر على الصادرات الغذائيه الى روسيا. جه بوتين لما جه هنا في الزياره لي وقال والله في 5 مليارات يورو انا بتمنى ان المصريين يصدروا لي اكل، لان الاتحاد الاوروبي فرض عليه عقوبات. الى الان احنا مش عارفين نستغل هذا المبلغ، مش عارفين نصدر. انا عندي الزراعه المصريه فيها مشكله، مش عارف اصدر الزراعه المصريه. انا عندي البطاطس، البصل، كل المنتجات
المصريه مش عارف يصدرها. ليه؟ لان الدوله المصريه ما زالت بتدعم التاجر على حساب. بس انا بتصور انه حتى قبل كده يعني قبل الثوره وكده برضو المساله ما كانتش معتمده على الصناعه والزراعه والصادرات، يعني كانت معتمده اكتر على المصريين في الخارج وعلى قناه السويس والسياحه. ده صحيح، بس كان عندي قبل 25 يناير كان عندي 36.5 مليار، كان عندي احتياط اخرى توصل ل 50 مليار، كان عندي احتياطي نقدي النهارده كان 16 مليار بشكل عام. يعني حضرتك ولا بتقصد الصادرات بالذات؟ يعني انا بتكلم بشكل عام في الفتره دي كان العاملين في الخارج كانت السياحه كانت متعافيه الى حد ما، بنصدر كان في معدل نمو، كان في استثمارات من خلال بيع القطاع العام، كان بيع القطاع العام، فكان عندي احتياطي نقدي 36.5 مليار، النهارده بتكلم في 16.3. النهارده انا بقول والله الصادرات المصريه بتتراجع مقارنه ب 2010، بتراجع لتامن شهر على التوالي. وانا بسال السؤال برضو ليه بطرحه لوزير الصناعه، ايه المشكله، ايه المعضله ان انا مش عارف اصدر الزراعه المصريه؟ ايه المشكله ان البصل الى الان مش عارف اصدره، كل دول الخليج محتاجه بصل، روسيا محتاجه بصل. ايه المشكله ان انا البطاطس المصريه السنه اللي فاتت ما عرفتش اصدرها، لان بعض التجار للاسف يعني بياخدوا بطاطس هم عارفين انها هتتم رفضها في اوروبا وفي روسيا لفاء العفن البني. انا ليه هنا ما 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 اقولش ان معايير الجوده بالنسبه لي ان انا هصدر للدول دي، بفتح سوق جديد، السوق الجديد ده لابد يكون فيه جوده عاليه للمنتج بتاعي، لان اللي هيشتريه في اوروبا بيدفع فلوس، فبالتالي هو عايز جوده. فالنهارده هو ما يهموش الثمن كام، لكن يهمه الجوده تبقى عاليه. فيا ريت اتمنى انا ادعم المواطن المصري المنتج اللي بيصنع او المزارع. اما فكره ان حد يفتح مكتب استيراد وتصدير هو ياخد الدعم، فاعتقد دي احنا بنعاني فتره كبيره. وارجع تاني بقول لوزير الصناعه الجديد والتجاره، من فضلك امتى الصادرات المصريه ستعود على الاقل الى ما كانت عليه قبل 25 يناير؟ هو ده امل كبير يعني ان ارجع خمس سنين ورا؟ انا عايزه اعرف مشكله البنوك مع المستثمرين الخاصه بالدولار، لان دي الحكايه دي بتتكرر بقالها فتره، بتتعاد بقالها فتره، وواضح ان هي عامله ازمه للمستثمر، يعني سد نفسه يعني. لا 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 للمستورد، في فرق بين المستورد المستورد في فرق بين المستورد احنا بنستورد 80% من غذائنا تقريبا، فعشان كده كيكره الاستيراد بتحقق ارباح عاليه. انا بستورد بايه؟ بستورد بعمله صعبه. فانا باخد دولار من البنك المركزي ومن الدوله المصريه اللي انا اصلا كمستورد لم انتجه، بس عشان السوق المصري محتاج فانا بس لا، حتى المستثمرين ما بيعرفوش يحولوا فلوسهم وياخدوا فلوسهم ويرجعوا فلوسهم يعني حركه الدولار ده صحيح صعبه. ده صحيح. فده ادى ضغط على الدولار، فده خلق حاجه اسمها الدولار او سوق سوداء، الناس بدات تتاجر في الدولار. المستورد عايز الدولار فبيبني للسوق، يبدا يجمع الدولارات فخلق سوق سوداء. البنك المركزي عشان يحل الاشكاليه دي، وانا اشرت حضرتك ان في 22 مليار دولار بيجوا من العاملين في الخارج للدوله المصريه او السوق المصري، ما كانش بيدخل منهم غير 19% البنك المركزي. البنك المركزي خد عده اجراءات اهمها ان مش من حق حد على الاطلاق انه يتاجر في العمله من خلال اجراءين. الاجراء الاول ان كل مصري عايش على الارض دي ما يقدرش يحط في البنك غير 10,000 دولار او يسحب 10,000 دولار وحد اقصى 50,000 دولار خلال الشهر. طب لما يكون حد فعلا في حركه بيع وشراء يعني هيعمل ايه؟ انا بتكلم، انا لازم اكون انا كمستورد يكون ليا حساب، والدوله هي المسؤوله. أيوة. عن انت ما تدبرش، انا بتكلم عن المستورد والمستثمر. صحيح. عموما انت ما تدبرش العمله بتاعتك، الدوله هي اللي هتدبر العمله، انت ما تجرش في العمله وبتخلق سوق سوداء، الدوله هي اللي هتخلق العمله دي. فاعتقد اجراءات البنك المركزي ما محدداها يا فندم، عامله سقف في العالم كله كده، مش احنا لوحدينا بس. طب ما ده بيطفش المستثمرين. بيطفشوا ليه؟ والله بيطفشوا. اسمعني بس، في فرق بين المستثمر والمستورد. هقول بعض الارقام بقى. طيب الشعب المصري بيستورد كل شهر او كل سنه 400 مليون دولار تفاح امريكاني، ليه ما نزرعوش؟ الشعب المصري او الدوله المصريه، الحكومه المصريه حاليا مش عارفه تصدر البطاطس والمنتجات بتاعتنا، مش عارفه تعيد فتح المصانع وتصدر وتزيد العمله الصعبه. الحكومه المصريه حاليا مش قادره تعيد السياحه كما كانت عليه عشان خاطر ترجع. ليه مش عارفه تصدر؟ دي اسئله بقالنا سنه بنقولها لمنير فخر عبد النور وبنقوله للوزير الجديد ورئيس الوزراء الجديد، ايه المشكله ان احنا نصدر انتاجنا؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لا انا عايز اعرف ايه السؤال. انا برضه انا قلت في بدايه الحلقه روسيا كانت محتاجه بطاطس ومحتاجه حاجات زي اكيد بحثت ورا الموضوع، ايه المشكله بقى؟ في خلل ما في الفكره. هل مشكله انتاج أشار... ولا مشكله ايه بالظبط؟ في حاجتين، الاولى ان احنا مصدرنا بطاطس كان فيها عفن، يبقى رجعت تاني من
الاتحاد الاوروبي ومن روسيا. فهنا الاسواق دي قفلتها، مين قفلها؟ المصدر المصري اللي هو اصلا تاجر، لكن لو المزارع يعني كمان السمعه ضاعت طبعا يعني مش كده بس، لانه تاجر. لكن لو الزارع او المصنع من خلال الجمعيات او من خلال الوزاره هم المسؤولين عن التصدير، هتقدر تحافظوا على انتاجهم، لان بفتح سوق كبير. فالنهارده لو بصدر ب 100 دولار السنه الجايه هتصدر ب 200، النهارده لو انا بكسب كزارع او مصنع 50 دولار السنه الجايه هكسب 500. ارجع بس ليه حضرتك بتساليني ايه اللي ليه المشكله، الفجوه فين يعني؟ الفجوه ان احنا بنستورد 80% من غذائنا، بنستورد كل حاجه تقريبا. انا كنت بعمل حوار مع احد مصنعين الموبايل عايز يعمل مصانع هنا في مصر، بيقول ان الشعب المصري بيستهلك كل شهر 2 مليون موبايل، والشعب المصري بيستهلك 4، خد بالك من الرقم ده، 24 مليون موبايل سنويا. 24 مليون موبايل يعني 42 مليون مليار جنيه استهلاك موبايلات فقط دون الانترنت ودون الامكانيات الصوتيه. فاحنا بنتكلم في 100 مليار بنستهلكهم من خلال قطاع الاتصالات فقط، بستورد من بره، بستورد تفاح. السؤال انا بقول للدوله المصريه من فضلك لازم الدوله تتدخل بشكل كبير، وكل ما هو له بديل محلي لا يتم استخدامه من الخارج. كل دول العالم بتعمل كده، كل شيء له بديل في المحلي في السوق المصري لا يتم استخدامه من الخارج، بشرط يكون هناك جوده لهذا. انا زي بيه كمصري مثلا بالزبط. انا راح اشتري موبايل او هشتري ساعه او هشتري مثلا قميص ويتدهوني لانه مصري بجوده اقل، يبقى معايير الجوده تبقى موجوده، ولكن القرار ان ما ينفعش استورد من الخارج كل ما هو ليه بديل محلي. وكل دول العالم بتعمل ده، ان بتشجع الصناعه المحليه. اتنين، انا عشان خاطر بقى انا مش قادر على المستوردين لانهم ارباحهم عاليه، افرض رسم وارد على كل شيء بيتم استيراده من الخارج، وبخاصة الاشياء اللي انا مش محتاجها، يعني السلع الترفيهيه انا مش محتاجها، ارفع عليها الجمارك بشكل كبير جدا عشان خاطر يكون سعرها هنا في السوق المحلي عالي، فهو ربحها هيكون اقل فهيبطل يستورد. فكره الاستيراد دي هي مشكله، اتمنى ان احنا فيهم نقول والله مصر زي الصين كده، بنصدر كل حاجه، بنصدر كل شيء. الانتاج المصري موجود في كل بيت في اوروبا، موجود في كل بيت في روسيا، موجود في كل بيت في الهند. لكن المشكله هل احنا هنعيش طول عمرنا بالشكل ده؟ طب منين بقى؟ منين هنجيب دولارات؟ العالم النهارده بيقول والله قوه الاقتصاد مرتبطه بقدرته على التصدير. لا وبعدين ده على فكره يعني مش مساله بس دولارات، يعني دي مساله امن قومي مصري، يعني ده صحيح. الاكتفاء الذاتي ده يعني ده امن قومي مصري، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي، محدش عارف بكره في ايه يعني. بالظبط، غير المفاهيم، هجيب طول عمري ازرع بالشكل ده؟ لازم ازرع واصنع جنب الزراعه تكون لها قيمه مضافه، عشان اقدر مثلا انا عندي طماطم كتير النهارده، طماطم غاليه، في العروه الجايه لفصل، العروه الجايه مثلا في الموسم الجاي هتبقى طماطم كتير وب 2 جنيه وب جنيه. طب انا ليه ما اعملش مصنع على هامش الزراعه دي يعمل صلصه واصدر للخارج؟ يبقى انا استهلكت للانتاج المحلي طماطم طازه، والباقي صنعته خلقت قيمه مضافه، بالتاكيد القيمه المضافه للمصانع بشغل فرص عمل بوفرها، يبقى عندي شويه هشتغل وابدا اصدر للخارج، يبقى انا هنا دخلت الدولارات. ليه الفكره ان احنا مش عايزين نغير، احنا عايزين نثوره في كل شيء على القيم القديمه فيما يتعلق بالزراعه والصناعه. وكمان اي مستوى اي مصدر مصر اقول له من فضلك بلاش الفهلوه، من فضلك اي مستورد في الخارج هياخد منك البضاعه المصريه، من فضلك هو هيدفع فلوس، فهو محتاج الجوده والسعر المنافس. كمان الكارثه ان انا بقول عليها دلوقتي، انا ليه مش قادر ادخل الى الان افريقيا؟ يعني مثلا انا قفلت السوق الروسي على نفسي ببعض السلوكيات الخاطئه من المصدرين المصريين فيما يتعلق بالعفن البني، او مش عارف اخش افريقيا ليه؟ ايه المشكله؟ مين اللي ماسك دراع الدوله المصريه او الحكومه المصريه او وزير التجاره والصناعه؟ مين ماسك دراعه؟ ليه مش عارفين نصدر بضاعتنا؟ يعني حضرتك بتشوف مثلا ان بنسمع نصدر ونستورد بشيء بارخص، بارخص يعني بالظبط، يبقى لازم اصنع، لازم بضاعتي انا حتى السلع الزراعيه تكون جودتها عاليه وتكون طازه، ونبعد عن فكره المبيدات اللي احنا بنرشها بشكل كبير، وعشان خاطر المستهلك في الخارج محتاج جوده عاليه، والمساله ما عندهمش الفوضى اللي هي ممكن تكون موجوده طب هنا. طب انا عايز اسال حضرتك على ذكر برضو ازمه الدولار، عائدات قناه السويس بفرعها الجديد هل زادت من ناحيه زادت من زادت الدولار بنسبه قد ايه؟ لا النسب دي شوفي احنا بنقول والله اخر ايراد لقناه السويس كان 5.5 مليار دولار العام المقبل. كام؟ 5.5 مليار دولار. انا دلوقتي الزياده شهريه، امتى اقول بقى قناه السويس زادت بنسبه كام او بقيمه كام في نهايه السنه الماليه؟ اقارن ما قبل افتتاح قناه السويس الجديده
وما بعد الافتتاح خلال بعد مرور السنه، بمعنى يوم 6 اغسطس العام المقبل، قول والله ايراد قناه السويس ارتفع بنسبه كام؟ من ناحيه ارتفع وارتفع بشكل كبير، لكن انا ما اقدرش ومحدش يقدر يقول غير بعد نهايه السنه، بحيث ان احنا نقدر نقارن 5.5 مليار دولار اللي كانت حقهم من قناه السويس من خلال الفرع الواحد الى القناتين يوم 6 اغسطس نقدر نقول. لكن المؤكد النهارده قناه السويس ايرادها بيزيد، المؤكد ان الحاجه الوحيده اللي بتدخل، ودي برضو معلومه للشعب المصري نكررها، ايرادات قناه السويس بالدولار بتدخل اولا للبنك المركزي. مفيش حاجه اسمها بتروح للرئاسه او بتروح ل، دي اول مره يحصل ده طول عمرها في الدنيا صح؟ لا 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 لا، من يوم عبد الناصر اول مره يحصل في مصر كده. لا لا، من يوم ما تم تاميم قناه السويس من عهد عبد الناصر وكل دولار بيدخل بيروح البنك المركزي اولا. لا بس هو اللي اتقال انه كان بيروح على الرئاسه زمان قبل كده. معلش معلش معلش، دي حقيقه واعتقد ده انهي الحقيقه؟ الحقيقه ان الدوله المصريه من يوم عبد الناصر من يوم ما تم تاميم قناه السويس واليه العمل فيها، ان السفينه اللي بتعبر بتدفع بالدولار في البنك المركزي في حساب البنك المركزي في قناه السويس، وتاخد ايصال تروح بيه تديه لهيئه قناه السويس تاخده بالجنيه المصري. يعني ايراد بس قناة المنشطات كانت نازله في كل الجرايد يعني لاول مره وبعد سنين. ما ينفعش اقول عبد الناصر ولا السادات، ما ينفعش يعني المساله دي. وبعدين ده نظام محاسبي، وبعدين احنا جمهوريه، وبعدين يعني ليه الرئاسه يعني وليه قناه السويس؟ ليه يعني؟ طب انا عندي الموازنه كامله، اشمعنى يعني ليه كلمه قناه السويس؟ فكان لها بعد سياسي للتشويه بعض الناس. يعني دلوقتي اذا كانت الرئاسه او الدوله المصريه عندها موازنه كامله والموازنه تحت ايديها تستطيع ان تفعل فيها ما تشاء، واحنا عندنا موازنه بالاعتماد، بمعنى بيتم تخصيص بعض الاموال للرئاسه للقوات المسلحه لوزاره الداخليه لوزاره الزراعه لوزاره الصناعه. فالفكره ان انا بعتمد، ايه المشكله بقى؟ يعني ايه القيمه ان انا اقول والله هاخد بس قناه السويس؟ والله حضرتك احنا عندنا مصدرين للعمله الصعبه، لا اكيد قناه السويس. السويس يعني قناه السويس والعاملين في الخارج، وكانت السياحه، ان اقتصادنا اقتصاد ريعي. النهارده والله من فضلكم احنا وصلنا 90 مليون داخل مصر، عندنا شباب 60% من الشباب المصري تحت 30 سنه. انا عندي مشكله في فرص العمل، فانا لازم اخلق فرص عمل، واللي بيخلق فرص عمل الصناعه، الصناعه قيمه مضافه. انا لما اروح مثلا النهارده بدانا الاجراءات الحقيقيه والفعليه للمليون ونص فدان، انا هزرع ايه؟ ده سؤال. هزرع بس للشعب المصري للسوق المحلي، ولا هزرع عشان خاطر اسد الفجوه الموجوده في السوق المحلي والباقي اصنع، ويكون المصنع بالتاكيد في المنطقه الزراعيه عشان خاطر تكلفه النتو اقل. ايا كانت الزراعه اللي هزرعها ولابد يكون على هامشها صناعه. هرجع تاني بقول الكلام بقى عشان مين اللي هياخد الاراضي؟ يعني مين اللي هياخد الاراضي؟ الشباب ولا المين ولا الايه؟ دي اشكاليه. ولا يعني انا يعني اتمنى يكون شركات، واتمنى يكون الشباب من خلال الشركات. فكره 5 فدان و10 فدان لشاب وما عندوش الفلوس اللي يقدر يصرف بيها على الارض هتعمل مشكله. وكمان مش كده بس، اعتقد ان الدوله المصريه بالاقتراح الاخير انها هتعمل مزارع كبيره وهتعمل مدن، بمعنى ان في منطقه الفرافره مثلا هيكون موجود زراعه، وانا كشاب رحت المنطقه دي هيكون ليا بيت، ليا مستشفى، ليا مدرسه، ليا الخدمات الاساسيه عشان خاطر اقدر ازرع. لان التجربه اللي فاتت هي في انهي منطقه يا فندم الاراضي دي؟ اكتر من منطقه اللي احنا اكتر من منطقه اللي احنا هيبداوا بمنطقه الفرافره الارض الجديد اللي هو فيه الميه دي جميله جدا. طبعا. وارض بكر كلها، بس هنزرع ايه؟ ده سؤال. لازم اعرف النهارده ونعيد الدوره الزراعيه تاني، والرقابه بقى، ما هو ده الرقابه على توزيع الاراضي بقى، عشان احنا كفايه بقى اللي على بيحصل كل شيء على كل شيء يعني. هزرع ايه؟ يبقى الدوره الزراعيه، يبقى انا اشوف والله السوق المصري محتاج ايه، السوق العالمي محتاج انا ازرع له ايه، الميزه النسبيه في المنطقه الوادي الجديد، ده كلام مهم جدا. المنطقه دي ايه الزراعه اللي ممكن تحقق ميزه نسبيه يكون انتاجها عالي جدا وارباحها مرتفعه؟ يبقى لازم يكون ده موجود. كمان الفكره الجديده انا بشكر الدوله المصريه عليها، انها استفاد من اخطاء الماضي. اخطاء الماضي كان كل شاب بياخد 5 فدان 10 فدان في الصحراء، روح انت بقى اذا زرع سنه لازم في خدمات، لازم خدمات، لازم بالظبط، لازم بيت، لازم سكن، لازم مستشفى، لازم مدرسه، لازم يكون في عندي طرق تنقل البضاعه بتاعتي تسوقه، لكن في شركات تسوق. انا كشاب او انا كشركه صغيره بزرع في المنطقه دي، انا عليا ازرع، الدوله بقى من خلال شركات اخرى تاخد وتصنع، تاخد وتصدر، تاخد تحط السوق المحلي. لازم يبقى في منهج علمي، منهج علمي بيحكم تصرفاتنا بقى بصفه عامه يعني. السنه اللي فاتت يعني كفانه عشوائيه يعني. السنه اللي فاتت البطاطس المصريه لا تصدر وتترمي في الشارع، حضرتك قلت البرتقال المصري الموالح لا تصدر للصين وتترمي في الشارع، ليه؟ فانا عايز اليه.
وكمان رقابه من الرقابة اليه ومنهج علمي ورقابه. انا قلت الارشاد الزراعي يرجع تاني يقول للفلاح من فضلك انت هنا الزراعه دي محتاجه كيماويات بنسبه كذا. تمام تمام. الصناعه وانا هصنع ولما اصنع يكون برضو الصناعه بتاعتي جيده. ان اما اصنع يعني لحد ما انا كنت في سنوات كتير كنت شايف الصناعات المصريه موجود بس بشكل كبير وخاصه الزراعه. احنا نتمنى الجاي يكون افضل ان شاء الله. لا ده موضوع زيت ليه. لا ده سؤال طرحناه بقى عمالين بنطرحه من اول الحلقه وهنفضل نطرحه كمان تقريبا. انا بشكر حضرتك جدا استاذ حمدي الجامع رئيس القسم الاقتصادي بالاهرام العربي واتمنى ان شاء الله بكره شاء يكون الله. افضل ونتلافى في اخطاء الماضي يا إن رب الله. ان شاء الله. فقراتنا لسه متواصله معاكم وراجعين بس بعد الفاصل.